احنا هنتناول في المحاضرة الثالثة النقاط التالية. احنا عايزين عندنا مجموعة تكاليف. التكاليف دي بتكون في يا اما في مركز انتاج يا اما في مركز خدمات انتاجية. يعني المركز بيساعد المركز الانتاج ان هو يقوم بانتاج الوحدة بتاعتنا. عندنا مثلا صيانة، عندنا اشراف، عندنا قوة محركة. كل دي تكاليف مراكز، كل دي مراكز خدمات انتاجية. احنا بنعوز نوزعها على مراكز الانتاج. فاول حاجة هندرسها هو طرق توزيع تكاليف مراكز الخدمات الانتاجية على مراكز الانتاج. هنستخدم طريقتين، طريقة اسمها طريقة التوزيع الانفرادي، ثم طريقة بنسميها طريقة التوزيع التبادلي. بعد ما نخلص الطريقتين بتوع التوزيع هنروح نحسب المعدلات بتاع التحميل. يعني هحمل كل منتج بإيه بنصيبه من الإيه التكاليف كلها. احنا هندرس مع بعض النقطتين دول من خلال ما يلي. احنا هناخد مع بعض دلوقتي طرق توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة. احنا دايما بنحتاج ان احنا عشان احسب نصيب كل منتج من التكاليف الصناعية غير المباشرة، ان احنا نقوم بمجموعة من الخطوات. الخطوات دي اول خطوة بنروح نقسم المصنع بتاعنا او بنقسم الشركة بتاعتنا الى مراكز انتاج ومراكز خدمات انتاجية. مراكز بتنتج ومراكز بتساعدها على الانتاج. يعني الصيانة ما بتنتجش، ولكن الصيانة دي بتساعد مراكز الانتاج على انها تفضل الالات بتاعتها سليمة، وبالتالي بتساعد على الانتاج. بعد كده بنروح نوزع التكاليف بتاعت مراكز الخدمات الانتاجية اللي هي زي الصيانة والروية القوى المحركة على مراكز الانتاج. احنا بنجمع التكاليف بتاعت مراكز الانتاج ونروح نوزعها على مراكز الانتاج باستخدام، احنا بنستخدم طريقتين. اول حاجة يا اما طريقة توزيع انفرادي، بنوزع كل تكلفة مركز خدمات انتاجية على حدة، يا اما الطريقة التانية بنسميها الطريقة التوزيع التبادلي. بنروح نوزع على حسب استفادة المراكز الأخرى من مركز الخدمات. بعد كده بنروح نستخرج زي ما قلنا معدلات التحميل. ومعدل التحميل احنا بنجيبه لكل ساعة عمل. معدل التحميل لكل ساعة عمل بتساوي التكاليف الصناعية غير المباشرة الإجمالية لمركز الانتاج، طبعا بعد ما وزعنا، على عدد ساعات عمل الالات، ودي بتبقى معطاه في تمرين. خد بالك انا يهمني ما يلي: واحد، احنا لما هنيجي نوزع هديك حاجتين، تكاليف مراكز خدمات انتاجية وتكاليف مراكز الانتاج. عايز توزع التكاليف بتاع مراكز الخدمات الانتاجية بطريقة انفراد الأول، يعني كل مركز على حدة، وطريقة توزيع تبادلي، يعني على حسب استفادة المراكز الأخرى. وبعد كده بتستخرج معدلات التحميل اللي احنا قلنا عليها القانون بتاعها أو المعادلة بتاعتها، إن معدل التحميل لكل ساعة عمل بتساوي التكاليف الصناعية الغير مباشرة الإجمالية لمركز الإنتاج على عدد ساعات العمل. هنروح بقى بعد كده نشوف هنقدر نطبق ده ازاي. الطريقة الأولى اللي احنا هنشتغل عليها دلوقتي هي طريقة التوزيع الانفرادي. كلمة انفرادي معناها ان احنا هنمشي مع بعض خطوتين وهنشتغل عليهم. أول خطوة ان احنا هنوزع تكلفة كل مركز خدمات انتاجية، كل مركز على مراكز الانتاج على حدة. على حتة كلمة على حتة دي معناها بمفرده لوحده. احنا واحنا بنوزع هنتبع اسس معينة للتوزيع.
في عندنا زي ما حضرتك شايف على اليمين مراكز الخدمات الإنتاجية اللي بتساعدني على الإنتاج، وأنا اخترنا مجموعة من الأسس اللي إحنا هنوزع على مراكز الإنتاج. أول مركز اخترناه هو مركز المباني. مركز المباني إحنا لما نيجي نوزع بنوزعه على التكلفة بتاعتها، بنوزعه على أساس المساحة. يبقى التكلفة بتاعت مركز المباني بنروح نوزعه على أساس المساحة. التكلفة بتاعت مركز الصيانة بنروح نوزعه على حسب ساعات تشغيل الآلات. تكلفة مركز الصيانة على أساس ساعات تشغيل الآلات. مركز القوى المحركة بنروح نوزعها على أساس ساعات تشغيل الآلات. ساعات تشغيل الآلات. مركز المخازن على أساس عدد أذون الصرف. على أساس عدد أذون الصرف. مركز شؤون العاملين والإشراف، مركز شؤون العاملين والإشراف على أساس عدد العاملين. على أساس عدد العاملين. إحنا مركز الخدمات الطبية على أساس برضو عدد العاملين. مركز المطعم دوت بوزعه على أساس عدد العاملين. أي تكلفة لأي مركز خدمات إنتاجية لازم أتبع الأسس بتاعة التوزيع. هقول أسس تاني، الأسس مش هتخرج عن دول. مساحة، أنا هديلك المساحة بتاعة كل مركز إنتاج. ساعات تشغيل الآلات، هديك ساعات التشغيل بتاعة كل مركز إنتاج. هديك عدد أذون الصرف بتاعة كل مركز إنتاج. هديك عدد العاملين في كل مركز إنتاج. يبقى أنا هديلك في التمرين التكلفة بتاعة مراكز الخدمات الإنتاجية، وهديك كمان أسس التوزيع. أقول لك المساحة، أقول لك كل مركز مساحته قد إيه، أقول لك ساعات التشغيل بتاعة كل مركز، هقول لك عدد أذون الصرف بتاعة كل مركز، أقول لك عدد العاملين بتاعة كل مركز عشان تقدر توزع التكلفة بتاعة مراكز الإنتاج. إحنا دلوقتي هناخد مع بعض حالة عملية، والحالة العملية دي زي ما انت حضرتك شايف بتتكون من 3 خانات. خانة فيها البيان، فيها التكاليف. التكاليف دي بتاعة كل مركز، التكلفة بتاعة كل مركز. في عندنا مركزين انتاج، 2 مركز انتاج. مركز انتاج اسمه ألف، مركز انتاج اسمه ب. مركز انتاج اسمه ألف، مركز انتاج اسمه ب. ألف التكلفة بتاعته 23,000، ب التكلفة بتاعته 33,000 جنيه. يبقى عندي دلوقتي التكاليف 23,000 و33,000. عندي 4 مراكز خدمات انتاجية. عندي مركز خدمات بتاعت مباني. المباني بتاعنا التكلفة بتاعته 20,000. التكلفة بتاعت مركز الإشراف ده عبارة عن 15,000 جنيه. التكلفة بتاعت مركز الخدمات الصيانة 5,000، ومركز المطعم التكلفة بتاعته 9,000. أنا زي ما قلت لك مديك أول حاجة التكلفة بتاعت مراكز الإنتاج ومراكز الخدمات، دي معطاة في التمرين. بعد كده مديك 3 معلومات أعتقد إن إحنا هنستخدمهم علشان نجيب الإيه؟ نجيب أسس التوزيع. أول حاجة المساحة، المركز بتاع ألف اللي هو الإنتاج مساحته 400، وعندنا مركز ب مساحته 600. عدد العمال 20 و40، 20 مركز ألف و40 مركز ب. ساعات تشغيل آلات 2000 ساعة بالنسبة لألف، و3000 بالنسبة لب. 2000 بالنسبة لألف و3000 بالنسبة لب. أنا بس عايز أروح لعدد العمال كده. عدد العمال 20 و40. لو أنا حبيت أجيب نسبة أجيبها إزاي؟ هشيل الصفر والصفر،
يبقى 2 لـ4. الاتنين تقبل القسم على 2 والاربعة تقبل القسم على 2، يبقى احنا نقدر نجيب نسبة للتوزيع على اساس الايه الارقام الموجودة. بص على ساعات التشغيل، 2000 ساعة بالنسبة للألف، وعندك 3000 بالنسبة للب. لو انا شلت التلات اصفار يبقى 2، وشلت التلات اصفار يبقى 3، يبقى كأن النسبة بتاعتنا 2 إلى 3. يبقى احنا هنقدر من مساحة وعدد العمال وساعات التشغيل نجيب الايه الاسس اللي هنوزع عليها. المطلوب عايزين نوزع تكاليف مراكز الخدمات الانتاجية، وزي ما هما في التمرين كده عايزين نوزع المباني لوحدها، اشراف لوحدها، صيانة لوحدها، مطعم لوحدها، على مراكز انتاج اللي هم على ألف وب بطريقة التوزيع الانفرادي. كلمة انفرادي يعني كل تكلفة مركز على حدة، تكلفة المركز هو 20,000 لوحدها، 15,000 لوحدها، صيانة لوحدها، ومطعم لوحده. وبعد ما أوزع انفرادي بحسب معدل ايه التحميل، بحسب معدل التحميل. وفي ملاحظة مهمة عايز حضرتك تعرفها، ان معدل التحميل عبارة عن تكلفة المركز الإجمالي بعد ما وزعنا وحملنا على عدد تشغيل الآلات، على عدد تشغيل الآلات، وأنا مدي لحضرتك في التمرين بتاعنا. هنروح نشوف الحل مع بعض. دلوقتي هنروح نوزع تكاليف مركز الخدمات الإنتاجية على مراكز الإنتاج. أول مركز هنوزعه هو مركز المباني. مركز المباني التكلفة بتاعته 20,000، هنوزعها على أساس المساحة اللي كانت 400 و600. 400 شلنا الصفرين بقت 4، و600 شلنا الصفرين بقت 6، يبقى النسبة بتاعتنا اللي هنوزع على أساسها هي 4 لـ6. طبعا أنت عارف 4 و6 معناها 10. هنضرب، هنجيب الأول نصيب المركز ألف، هنضرب 20,000 جنيه اللي هي التكلفة في 4 على 10، هيديني 8,000 جنيه. وأجيب نصيب المركز ب اللي هو 20,000 في 6 على 10 يديني 12,000 جنيه. طبعا لو جمعنا 8 وجمعنا 12 يدينا 20. بالمثل هنروح نوزع مركز الإشراف. مركز الإشراف التكلفة بتاعته 15,000، بس أنا هوزع على مركز الإنتاج على أساس عدد العمال اللي هما كانوا 20 لـ40. 20 شلنا الصفر بقت 2، 40 شلنا الصفر بقت 4، هيبقى النسبة بتاعتنا بقت 2 لـ4. 2 و4 يبقى المجموع بتاعنا عبارة عن 6. أجيب نصيب مركز ألف 15,000 في 2 على 6 يديني 5,000. نصيب مركز ب 15,000 في 4 على 6 يديني 10,000 جنيه. بالمثل هنروح نوزع مركز الصيانة. التكلفة بتاعت مركز الصيانة كانت 5,000 جنيه، هنوزع على أساس عدد تشغيل الآلات، واللي كانت 2000 ساعة و3000 ساعة، فشلنا 3 أصفار بقت 2، شلنا 3 أصفار بقت 3، يبقى هنوزع على أساس 2 لـ3. طبعا 2 و3 يبقى مجموعهم 5. نصيب مركز ألف 5,000 في 2 على 5 يديني 20، يديني 2000، و5,000 في 3 على 5 يديني 3,000، 5,000 في 2 على 5 يديني 2000، وب 5,000 في 3 على 5 يديني 3,000. طبعا مركز المطعم زيهم، التكلفة بتاعتنا 9,000 جنيه، هنقسمها على مراكز الإنتاج على أساس عدد العمال. نصيب طبعا عدد العمال 2 لـ4، ده النسبة بتاعتنا، فـ2 و4 يبقى المجموع 6. 9,000 في 2 على 6 يديني 3,000، 9,000 في 4 على 6 يديني 6,000 جنيه. دي طبعا كانت ازاي ان انا اوزع التكاليف بتاعت مراكز الخدمات الانتاجية. جينا بقى عملنا الجدول اللي احنا هنحل بيه، وهو ده الجدول اللي احنا مطالبين بيه. بص على الجدول كده، في عندنا خانة الاول اسمها خانة البيان،
الخانة التانية بحط فيها أساس التوزيع، الخانة التالتة مراكز الإنتاج اللي عندي ألف وب، ومراكز الخدمات الإنتاجية، عندي مركز مباني، عندي مركز إشراف، عندي صيانة، عندي مطعم. طبعا أول سطر بنحط فيه التكاليف، التكلفة بتاعت كل مركز، التكلفة بتاعت كل مركز عندنا مركز ألف 23,000 جنيه، المركز بتاع ب 33,000 جنيه، المركز بتاع المباني المركز بتاع المباني 20,000 جنيه، المركز بتاع الإشراف 15,000، المركز بتاع الصيانة 5,000، المركز بتاع المطعم 9,000. أول حاجة طبقا للتوزيعات اللي قبل كده اللي احنا عملناها، هنروح نوزع مركز المباني. المركز المباني التكلفة بتاعته 20,000 زي ما اتفقنا. المركز بتاع المباني التكلفة بتاعته 20,000، هوزعها على أساس المساحة بنسبة 4:6 زي ما اتفقنا قبل كده في الصفحات السابقة، هيديني 8,000 نصيب ألف ونصيب ب 12,000. هوزع مركز الإشراف بعد كده اللي التكلفة بتاعته 15,000 على أساس عدد العمال اللي هم 2 و4، يبقى هوزعها بنسبة 2 لـ4، يبقى نصيب ألف 5,000 ونصيب ب 10,000، واحنا شفنا قبل كده كيفية التوزيع. بعد كده هوزع مركز الصيانة على أساس ساعات تشغيل الآلات أو عدد ساعات تشغيل الآلات 2 لـ3، فطلع نصيب ألف 2,000 ونصيب ب طلع 3,000. ليه؟ لأن مجموع تكاليف الصيانة أو تكلفة الصيانة كانت 5,000، فوزعناها بنسبة 2 لـ3 وطلعت 2,000 بالنسبة لألف و3,000 بالنسبة لب. وزعنا بعد كده المطعم، التكلفة بتاعت المطعم، تكلفة مركز المطعم، وطلع عندنا عدد العمال، وطبعا عدد العمال قبل كده جبناها فوق اهي 2 لـ4، فطلع عندنا ان احنا هنوزعها وطلعت نصيب ألف 3,000 ونصيب ب 6,000، لأن التكلفة بتاعت المطعم بتاعتنا 9,000 جنيه، وزعناها بنسبة 4:6 فطلعت 3,000 وطلعت 6,000. لما نروح نجمع بعد كده ألف 23 زائد 8 زائد 5 زائد 5,000 زائد 2,000 زائد 3، 3,000 يديني 41,000 الإجمالي. هجمع ب 33,000 جنيه، 12,000، 10,000، 3,000، 6,000 يديني 64,000. يبقى الإجمالي بتاع مركز ألف التكلفة 41,000، وإجمالي مركز ب الإجمالي بتاعه 64,000 جنيه. انا بس عايز انبه على حاجة واحدة، احنا خد بالك من اساس التوزيع اللي احنا وزعنا على اساسه. بعد ما حسبنا كيفية التوزيع وعملنا الجدول وجبنا التكلفة الاجمالية بتاعت كل مركز انتاج، بروح بعد كده نحسب معدلات التحميل. معدل التحميل بالنسبة لمركز الف، تكلفة مركز ألف الإجمالية بعد ما خلصنا التوزيع طلعت 41,000. 41,000 بقسمها على 2,000 ساعة اللي هي عدد ساعات تشغيل آلات، إداني 20.5، يعني 20.5 جنيه لكل ساعة. بالنسبة لمركز ب عدد التكلفة بتاعته كانت 64,000 جنيه بعد ما وزعنا على 3,000 ساعة تشغيل، اداني 21.33، 21 جنيه و33 من مية لكل ساعة. جبنا الحاجات دي ازاي؟ جبنا القانون بتاعنا تكلفة مركز الانتاج الاجمالي بعد ما وزعنا على عدد ساعات التشغيل طبقا للجدول اللي احنا عملناه قبل كده. طبعا الحالة العملية الثانية،
هنبتدي نقول أعطيت لك البيانات التالية، مديني تكلفة، مديني البيان، مديني التكاليف بتاعت مركز الإنتاج ألف وب، 112,000 جنيه، 136,000 جنيه. مديني بعد كده مطعم، مديني بعد كده مطعم ومباني وصيانة، أو مباني ومطعم وبعدين صيانة. مديني 80,000 جنيه و60,000 جنيه و20,000 جنيه. زي ما انت شايف بس كده حاجة صغيرة هنتفق عليها في البداية. بص على مركز المباني. مركز المباني احنا لما هنيجي هنوزعه هتلاقيه استفاد منه ألف وب والمطعم والصيانة، يعني 4 مراكز. لكن مركز المطعم استفاد منه ألف وب وعندنا ألف وب والصيانة، 3 بس. والصيانة ايه هنشوف، هنوزع على ألف وب بس لأن هما اللي استفادوا منه. احنا لما هنيجي نوزع المراتي هنتكلم على توزيع تكاليف مراكز الخدمات الإنتاجية على مراكز الإنتاج بطريقة التوزيع التنازلي. خد بالك تنازلي، يعني هنوزع على حسب استفادة الإيه المراكز الأخرى من تكلفة المركز بتاعنا اللي هو مركز الخدمات. احنا الأول المباني استفاد منه 4 مراكز زي ما انت شايف، المطعم استفاد منه 3، الصيانة استفاد منه 2. خد بالك البيانات المعطاة في التمرين 900 متر مساحة بالنسبة لألف، 600 متر مساحة بالنسبة لب، يبقى المساحة بالمتر. طبعا عدد العاملين 20 و10 و12، عدد ساعات التشغيل 6,000 بالنسبة لألف و4,000 بالنسبة لب. احنا هنروح بعد كده ونشوف مع بعض ازاي هنقدر ناخد الطريقة التانية. طبعا احنا قبل ما هنعمل الجدول وقبل ما نحل هنناقش عدة نقاط مع حضرتك كده وهنحاول نركز فيهم. احنا اول حاجة بنروح نرتب مراكز الخدمات بتاعة الانتاج، بنرتب التكاليف او مراكز الخدمات الانتاج على حسب استفادة المراكز الاخرى منها، على حسب استفادة مراكز الاخرى منها. اول مركز عندنا هو مركز المباني لانه استفاد منه 4 مراكز اخرى، ثم مركز المطعم لان استفاد منه 3 مراكز اخرى، ثم بعد كده مركز الصيانة عشان استفاد منه 2 مركز اخر. يبقى احنا مركز المباني ثم مركز المطعم ثم مركز الصيانة. ليه؟ واحد استفاد منه 4، وبعدين استفاد 3، وبعدين استفاد 2. خد بالك بقى من قصة التوزيع. احنا مركز المباني لما هنيجي نوزع هنوزع على حسب المساحة، مركز المباني على حسب المساحة. المساحة عندنا لما ترجع للتمرين هتلاقيها 9, 6, 3, 2. طبعا 9 و6 و3 و2 مجموعهم 20، يبقى 9 على 20، 6 على 20، 3 على 20، 2 على 20. لما نيجي نوزع مركز المطعم اللي هو على حسب عدد العمال، عدد العمال عندنا 20 و40 و12، يبقى نجمعهم 20 و40 و12، 20 و40 و12 مجموعهم 72. لما نيجي نوزع هنضرب 20 على 72، 20 على 72، 40 على 72، 12 على 72. لما نيجي لمركز الصيانة هنلاقي على أساس ساعات التشغيل، على حسب ساعات التشغيل اللي هي 6 على 4، 6 على 4 10، يبقى 6 على 10 و4 على 10. طبعا بالنسبة للمراكز مكتوبة عند حضرتك اهي، الأول كان مركز ألف وب ومطعم وصيانة، بعد كده بقى مركز ألف وب وصيانة، مركز بعد كده بقى مركز ألف ومركز ب. تعال نشوف كده في الجدول ازاي هنبتدي نوزع. طبعا احنا هنبتدي نوزع
التكاليف مراكز الخدمات الإنتاجية اللي هي مركز المباني ومركز المطعم والصيانة على مراكز الإنتاج على حسب التوزيع بتاعنا. خد بالك علشان احنا الجدول بتاعنا ده هنشرحه مرتين. أول حاجة عندنا هروح لي، طبعا احنا رتبناه قبل كده، طلع ان المباني هو اول مركز هبتدي اوزعه. المباني عشان اوزعها 80,000، طبعا 80,000 حطيتها بالاحمر، رحت وزعتها بنسبة 9.632، طبعا 9 و6 و3 و2 مجموعهم 20، ضربت عند حضرتك 80,000 في 9 على 20 ادتني 36,000، بعد كده ضربت 80 في 6 على 20 ادتني 24,000، بعد كده رحت وزعت ضربت 80,000 في 3 على 20 ادتني 12,000، ضربت 80,000 في 2 على 20 ادتني 8,000. خد بالك بقى، تاني حاجة هبتدي اوزعها هو المطعم. المطعم التكلفة الأصلية بتاعتي كانت 60 وأخد كمان 12، يبقى 60 و12 بقى التكلفة بتاعت المطعم دلوقتي 72,000. 60,000 تكلفة أصلية، أهي التكلفة أصلية 60,000 في أول سطر، وعندنا 12,000 نصيبه من المباني، طلع المجموع بتاعنا 66,000 و12,000، طلع المجموع بتاعنا 72,000. 72,000 هاخد 72,000 واروح اوزعها على اساس عدد العمال. واحنا قلنا قبل كده، ان عدد العمال 20 و40 و12، فالمجموع 72. هنوزعها على الف وعلى ب وعلى الصيانة. 72,000 في 20 على 72 ادتني 20,000، وبعدين ضربنا 72,000 في 40 على 72 ادتني 40,000، ضربنا 72,000 في 12 على 72 ادتني 12,000. هروح اوزع بعد كده التكاليف بتاعت مركز خدمة الصيانة. بص بقى مركز الصيانة كده هتلاقي 3 ارقام، 20,000 دي التكلفة الاصلية، نصيبه 8,000، نصيبه 20، نصيبه 12، يبقى 20,000 تكلفة أصلية، 8,000 و12,000، يبقى المجموع 40. 40,000 جنيه جت منين؟ 40، 20,000 تكلفة أصلية، 8,000 تحتيها، 12,000 تحتيها، يبقى المجموع بالأحمر أهو 20. هنوزعه على ألف و ب بنسبة 6:4 اللي هي بنسبة عدد ساعات التشغيل. هيديني بالنسبة لألف 24، بالنسبة لب هيديني 16. طبعا لما نبص على ب، التكلفة الأصلية بتاعته 112، هجمع عليها 36,000، هجمع عليها 20,000، هجمع عليها 24، يديني 192,000. هجمع بعد كده أروح لمركز ب، هجمع 136,000 زائد 24 زائد 40,000 زائد 16,000 يديني 216,000. يبقى انا جبت دلوقتي الاجمالي بتاع مركز الف، وجبت الاجمالي بتاع مركز ب عن طريق ان انا وزعت الثلاثة بتوع مركز المباني. وخد بالك انا بجيب التكلفة بعد ايه؟ التوزيع. هروح بعد كده ونجيب معدلات التحميل. بعد كده في الخطوة التانية هروح نحسب معدلات التحميل. بالنسبة لمركز ألف اللي هو مجموع التكلفة بتاعته الإجمالية كان 192,000، التكلفة الإجمالية 192,000 جنيه من الجدول، قسمناها على 6,000 ساعة اللي هي عدد ساعات التشغيل الآلات، إداني 32 جنيه لكل ساعة. كل ساعة المعدل بتاعها 32 جنيه. بالنسبة لمركز ب، إجمالي التكلفة بتاعته كان 216,000 جنيه على 4,000 ساعة، على ساعات التشغيل 4,000، ادتني 54 جنيه لكل ساعة. خد
خد بالك معدلات التحميل، بجيب الإجمالي بتاع تكلفة مركز إنتاج وبقسمه على عدد ساعات إيه تشغيل الآلات. إحنا كده خلصنا إيه الطرق بتاعت التوزيع.